النهائي اليوم كما شفتوا كان عدة فرص اللي ضاعوا سواء من الفريقين، الحمد لله عرفوا كيف يستغلوا لي بيناتي سمعتي ضربات الترجيح وضربات الحظ اللي كنا خدمنا عليهم. سنينا كل السيناريوهات حتى السيناريو التعادل، الحمد لله كانوا البنات في نهارهم وقدموا افضل ما عندهم وهن مشكورات. كل شيء مبروك علينا ونهدي هذا الفوز لبلديه الخروب، وان شاء الله ان شاء الله نكونوا فرحناهم وكنا قد المسؤوليه ان شاء الله.